السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا متابعينا متابعين قناة سكودا في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة تعريفية عن مسابقة كانجرو. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المستوى السادس والأخير في المسابقة، وهو يخص الصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي. اتكلمنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت يعني إيه هي أو إيه هي مسابقة كانجرو وإيه متطلباتها وشروطها، وعرفنا كل حاجة عنها. إن شاء الله هنزل لكم في صندوق الوصف لينك التقديم وكل التفاصيل اللي حابين تعرفوها، وتقدروا تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك عشان تقدروا تعرفوا تفاصيل أكتر لو تحبوا عن المسابقة. يلا بينا النهاردة مع بعض ناخد شوية أمثلة لأسئلة ممكن تيجي للمستوى السادس الخاص بالصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي. يلا بينا مع بعض. زي ما احنا شايفين مع بعض كده في أول سؤال، طبعا احنا عارفين دي مسابقة الماث والرياضيات الاثنين. علم بلاد الكانجرو مستطيل الشكل ومجزأ إلى ثلاث مستطيلات متطابقة كما في الشكل. ما نسبة عرض المستطيل الأبيض إلى طوله؟ إيه الكلام ده؟ يعني إيه in English للناس اللي متابعة معانا؟ The flag of kangaroo is rectangle which is divided into three smaller identical rectangles as shown. What is the ratio between the width and the length of the white rectangle؟ هو بيسأل على ال white rectangle، بس احنا أذكياء أكتر من كده، بيسأل عن المستطيل الأبيض. بس احنا عارفين إن المستطيل الأبيض والمستطيل الأزرق والأحمر كلهم مستطيلات متطابقة زي ما قال لي، فلو قدرت أعرف النسبة بين طول وعرض أي مستطيل منهم أنا كده قدرت أعرف النسبة بتاعت المستطيل إيه الأبيض اللي معانا. نمسك كده، هو قال لي identical، identical يعني متطابقة. لو رجعنا كده وبصينا، آجي هنا لو نفترض إن ده الويتس وده كده كله على بعضه هو excellent، برافو علينا، هو ده اللينس. هنا الويتس بتاعي اتقسم لـ two equal parts، ده كده البارت ده والبارت ده اللي هما بيمثلوا الويتس بتاع two rectangles البلو والوايت، هما مع بعض الصم بتاعهم مجموع الجزئين دول هو بالظبط يكون اللينس بتاع الريكتانجل الريد او زي ما نقول طول المستطيل الاحمر. وبالتالي لو انا اخترت ان دي 1 يبقى هنا 2. طب ليه 1 و 2؟ ليه ما اخترتش اي نمبرز ثانيه؟ الريشيو او النسبه زي ما احنا عارفين لازم تكتب في ابسط صوره، فأبسط أرقام، يعني لو أنا اخترت دي 3 ودي 6 برضو لما أعملهم in the simplest form هيديني 1 to 2، اخترت 5 و 10 هيديني 1 to 2، اخترت أي numbers 8 and 16 هيديني 1 to 2. المهم الفكرة نفسها إن أنا عارف إن الـ length بتاعنا، إن الطول بتاعنا double الـ width أو ضعف العرض، يبقى الطول ضعف العرض، يعني ratio عندي 1 to 2 زي ما هو مدينا هنا في أول اختيار قدام. تعالوا كده نشوف سؤال تاني مع بعض. سؤال يبان شكله صعب بس هو سهل جدا لما نفهم فكرته. تم كتابة الأعداد 1 و 2 و 3 و 4 في خلايا الجدول 2 في 2 أدناه، بحيث كل خلية تحوي عددا مختلفا، ودي مهمة جدا لو سمحت انتبه لها، ثم تم حساب مجموعة الأعداد في كل صف وفي كل عمود. إذا علمت أن مجموعين من الأربعة كان أربعة وخمسة، فما هما المجموعان الآخران؟ In English, the number one, the numbers 1, 2, 3, and 4 are each written in different cells of the 2 of times 2 table. After that, the sum of numbers in each row and column is calculated. Two of these sums are 4 and 5. What are the other two sums؟ زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي معانا اللي فاتت، قلت أهم حاجة في الحل فهم السؤال نفسه، لو فهمنا السؤال صح فإحنا هنقدر نحل صح. طيب معناه إيه اللي هو بيقوله ده؟ معناه بكل بساطة إن عندي square مربع متقسم لـ four small squares، أربع مربعات صغيرة، ده إحنا بنقول عليه بقى إن ده سكوير أو مربع 2 times 2 أو 2 في 2، يعني هنا اللينس بيتقسم 2 وهنا 2، دي معناها 2 times 2 أو 2 في 2، يعني فوق مربعين وتحت كمان مربعين، يبقى مربع كبير اتقسم بشكل 2 في 2.
جوه المربع ده مطلوب مني احط الارقام 1 2 3 4 بارنجمنت معين، بترتيب معين، بشرط ان انا لو جيت جمعت كل صف او الصفوف والاعمده الروز والكولمز اللي عندي هيديني نمبرز. طيب اداني هو المجموع ده بتاع 2 منهم، حاجتين اتنين منهم، وطالب مني ايه النمبرز التانية او ايه مجموع الحاجتين التانيين. طيب بشكل مبسط هو هنا بيقول لي ان عندي اعمدة وصفوف لما جمعتها كان مجموع واحد منهم 5 ومجموع التاني 4، الصم بتاعنا رو منهم كان 5 والصم بتاع التاني 4، وهو ده مفتاح الحل اللي هبدأ بيه. لو انا خدت الفور وفكرت في عقلي كام بلس كام يديني 4، ايه الرقمين اللي لو جمعتهم يديني 4؟ تمام، عندي 1 و 3 لو جمعتهم هيديني 4، وعندي كمان 2 و 2 لو جمعتهم هيدوني 4. بس 2 و 2 ده refused، مرفوض يا جماعة. ليه؟ هو قال لي مختلفة، different cells، يعني ما تكررش الأرقام. يبقى أنا كده ده اتشال من حساباتي، وباقي عندي ال 1 و 3 أحطهم في row أو column، صف أو عمود، مش هتفرق معانا. كده أنا جبت أول حاجة. تمام، يعني أنا لو خدت for example ال 1 هنا وال 4 هنا، كده أنا جبت الصم الأولاني أو المجموع الأولاني، سوري 1 و 3، لو خدنا 1 و 3 هنا 1 وهنا 3 هتديني ال 4 اللي هو المجموع الأولاني اللي إحنا بنقول عليه. طيب فاضل عندي 2 cells والمفروض إني أحط فيهم باقي الأرقام اللي هم كده، أنا خدت ال 2 خلاص، خدت ال 1 وخدت ال 3، باقي عندي ال 2 باقي عندي ال 4. المفروض ان انا استخدم النمبرز دي، طب استخدمها على اي اساس؟ قال لي في منهم رو هيديني 5. طيب لو انا عندي ده 1 اقدر احط له هنا الفور اهو، يبقى انا كده استعملت الفور، 1 و4 هيديني 5، كده انا حققت المطلوب. طب يا مس ما ينفعش احط تحت 2؟ اه ينفع برضه، لو حطينا تحت 2 برضه هيديني نفس الريزلت، تمام مفيش مشكله، بس كده اختار واحده منهم بس. طب ايه المطلوب تاني؟ احنا كده رتبنا النمبرز صح زي ما هو عايزها، حطيت all numbers without repeating من غير اي تكرار، وعملت sum بتاع column وrow طلع منهم 1 4 و 1 5. عايز ايه؟ بيسألني على other sum، يعني السم بتاع الرو التاني ده 2 و 3 ده كام؟ والسم بتاع 2 و 4 ده كام؟ برافو عليكم، 5 و 6، يبقى دول ال 2 sums او 2 other sums المجموعين المتبقيين، يبقى الإجابة عندي 5 and 6. تعالوا نشوف كده الإجابات مع بعض. زي ما احنا شايفين 5 and 6، يبقى الانسر عندي number E. Another question، سؤال كمان. ده هيعتمد على ان هو مديني figures زي ما احنا شايفينها كده، وبيبدأ يسألني عليها سؤال. تعالوا نشوف ايه المطلوب في الفيجرز ديت، في الأشكال دي. تم تظليل جزء من مستطيل بخمس طرق مختلفة كما في الخيارات أدنى. أي شكل منها يحوي الجزء المظلل الذي له أكبر مساحة؟ مين الجزء المظلل فيه مساحته كبيرة؟ A rectangle has been shaded in 5 different ways as shown. In which diagram does the shaded part have the largest area? هنا بيقول لي ان انا عندي اشكال كتير، كل شكل من دول عملت البارت منه لجزء منه شاد، ظللته، عايز يعرف فين الجزء الشاد الكبير اللي هو المظلل الكبير. الفكرة كلها بتعتمد على رول خدناها زمان قوي قوي. طبعا في طرق كتير في طريقه الدروينج، الرسم، ان انا ابدا اقسم وارسم واشوف البارت ده ايكوال ده وده ايكوال ده، ودي بتاخد شويه وقت، وكنا قلناها في فيديو قبل كده، لان السؤال دوت زي ما هو موجود عندكم متكرر مشابه ليه في المراحل الاصغر. والطريقه بقى العلميه اللي احنا الاسهل لينا احنا ككبار شويه، ان احنا نفتكر مع بعض الرول خدناها في بريب 2 في ثانيه اعدادي، كانت بتقول بالنسبة للمستطيل أو المربع أو متوازي الأضلاع، القاعدة دي بتمشي على الثلاث أشكال. لو عندي مثلث زي الجزء المظلل ده بيشترك مع المستطيل ده في القاعدة، مشتركين في قاعدة واحدة،
الرأس بتاعت المثلث موجودة على الضلع المقابل، يبقى الضلع ده قاعدة والرأس على الضلع المقابل. كنا بنقول مساحة المثلث المرسوم على قاعدة واحدة مع المستطيل ورأسه على الضلع الآخر بتساوي نصفه، أو مساحة المثلث تساوي نصف مساحة المستطيل المشترك معه في القاعدة والمحصورين بين مستقيمين متوازيين. دي كانت الرول بتاعتنا اللي احنا خدناها، أو الثيرم اللي احنا خدناها. In English خدنا theorem تقول إن لو عندي triangle و between a triangle و a rectangle come and pass and they are between two parallel straight lines، في الحالة دي the area of the triangle equal half area of rectangle، يبقى ال area بتاعت ال triangle ده half ال area بتاعت ال rectangle. طيب كده تمام، يبقى احنا عرفنا أول واحدة إن ده كده half. طيب هل الرول دي مش ماشية في الفيجر اللي بعده؟ دول two triangles، هتمشي، لأن البيزس التو بيزس القاعدتين الاتنين بتوع المثلث مع بعض هيمثلوا لي ضلع من أضلاع المستطيل أو طول أو عرض يعني، وبرضو الفيرتكسز الرؤوس على الضلع المقابل، يبقى مجموع المساحتين الاثنين دول برضو نص مساحة المستطيل، يبقى هنا الـ area of two triangles equal half the area of rectangle. نفس الفكرة، يعني مهما كتر عدد المثلثات اللي عندي طالما ان مجموع القواعد بتاعتهم كلهم يمثل ضلع من أضلاع المستطيل أو كقاعدة والرؤوس كلها موجودة على الضلع المقابل، يبقى ده معناه إن الـ area of all triangles اللي قدامي equal half الـ area بتاعة الـ rectangle. يبقى كده مجموع مساحات كل الـ triangles دي بتساوي نص مساحة المستطيل، يبقى برضو هنا عندي نص، كده كلهم متساويين. هرجع هنا وأبص إيه ده، في مشكلة. عندي فين القاعدة؟ أدي قاعدة، أدي اتنين، أدي تلاتة، بس مجموع الثلاث قواعد دول ما يمثلش، مش مكمل القاعدة كلها أو الضلع بتاع المستطيل، يعني أقل منهم. يعني وأنا مغمض عيني طبعا الفيرتكسز كلها أهي الرؤوس على الضلع المقابل، يبقى مجموع الثلاثة دول أقل من النص، يبقى ده أقل من النص، يبقى هو كمان refused لأن دول كلهم كده equal متساويين، وده أقل، وهو السؤال عندي عايز أكبر مساحة مظللة. وأنا مغمض عيني طبعاً هيكون الاختيار E، لكن لو جينا فكرنا هنلاقي إن الثلاث مثلثات أهم مع بعض مش مكملين صحيح المستطيل، لكن الجزء اللي باقي مظلل، وده أكبر من مساحة المثلث، مساحة المستطيل اللي هي الطول في العرض، أما ده نص حاصل القاعدة في الارتفاع، فده أكبر مش مثلث، وبالتالي ده أكبر من مثلث. لو كنا رسمنا في نفس المكان مثلث، لا، مساحة المستطيل أكبر منه، وبالتالي هو ده الشكل النهائي المطلوب منه. طيب سؤال كمان، سؤال ملاحظة، سؤال يبان في الأول صعب، لكن لو لاحظته وفهمت فكرته سهل جدا. تم ربط ثلاث مثلثات متمايزة كما في الشكل التالي، اداني كده شكل هو معطى وقال لي ان الثلاث مثلثات دول مرتبطين مع بعض بالشكل ده. اي الصور التالية يظهر فيها ترابط المثلثات بنفس الطريقة اعلاه؟ Three triangles are linked as shown. Which of the following pictures shows these three triangles linked in the same way؟ يعني ايه السؤال ده؟ طبعا هنا مكرر الصورة تاني اهي عشان نبقى واضحة بقى قدامنا. مدينا figure، مدينا شكل، وبيقول لي المثلثات دي مرتبطة مع بعض بالشكل ده. مين في اللي تشوزس اللي قدامي؟ مين في الاختيارات اللي قدامي هيحقق لي نفس الفكرة؟ قلت له قبل ما ابص تحت لازم افهم الفكرة اللي فوق. مين مع مين linked مرتبطين ومين لا؟ طبعا علشان هنا الشكل متباعد شويه فسهل قوي حد يقول لي يا مس الابيض مع الجراي او الرمادي دول مرتبطين، والابيض والاسود مرتبطين، اما الاسود والجراي مش مرتبطين. صح، بس انت لما تبدا تخش في الاشكال الصعبه المتداخله اللي جوه دي هتختلط عليك. افهم الفكره، تعرف ازاي مرتبطين او لا. عشان يكون الابيض ده
والجراي ده مرتبطين مع بعض linked together، لازم ابص على الانترسكشن اريا اللي بينهم، الجزء الايه التقاطع بتاعهم. ادي الابيض اهو وادي الرمادي، لازم فيهم تو انترسكتنج اريا، جزئين برافو عليكم متقاطعين. لما ابص على واحد منهم هلاقي من الرسمه ان الجراي فوق والابيض تحتيه، واما ابص على الانترسكشن اريا الثانيه او منطقه التقاطع الثانيه هلاقي الابيض فوق والجراي تحتيه عكس بعض، مره الجراي فوق ومره الابيض فوق، دول كده بنقول عليهم متقاطعين داخلين، دول كده مثلثين متداخلين داخلين في بعض. طب لو كانوا نفس اللون الاثنين جراي فوق او الاثنين وايت فوق، لا ما يبقوش متداخلين. في الحاله ديت هو جايب تراينجل وحاطط عليه الثاني فوق بعض، مثلث وحط عليه المثلث الثاني، فعشان كده واحد منهم بيبان القطعتين التقاطع دول بيبان كله نفس اللون وتحت ما بيبانش خالص. يبقى عشان شكلين يكونوا متداخلين يكونوا متداخلين فعلا، لازم منطقتين التقاطع ياخدوا الوان متبادله، ياخدوا اللونين الاثنين، اما لو نفس اللون يبقى لا. طيب لو رحنا بنفس الفكره بصينا كده على الجزء الايه الترينجل الوايت مع البلاك الابيض ده مع الاسود، هلاقي هنا في منطقه التقاطع دي في الانترسكشن اريا هنا عندي الوايت فوق وهنا عندي البلاك فوق، تمام. طبعا باين جدا من الرسمه ان البلاك والجراي اصلا ما فيش بينهم انترسكشن. بالفكره دي هقدر افهم الاشكال اللي تحت. تعالوا كده ننزل شويه عشان تبقى اوضح. يبقى عندي الابيض مشترك معاهم هما الاثنين او مرتبط معاهم هما الاثنين، اما الاثنين التانيين لا. لو مسكنا هنا فيجر A او الاختيار A، هبدا ابص الجراي مع الوايت، الابيض مع الجراي، فين المنطقتين الانترسكشن؟ ادي واحده الابيض فوق وواحده الجراي فوق، تمام. يبقى كده الوايت والجراي مرتبطين. اروح اشوف الوايت مع البلاك، تمام. ادي واحده البلاك فوق واحده الوايت فوق، تمام. طب يا مس ما هو ده زي اللي فوق، استعجلش استنى شويه، روح شوف الريليشن اللي بتوين الجراي و برافو عليك، هتلاقي هنا الجراي مره فوق والبلاك مره فوق، ده معناه ان الجراي والبلاك هما كمان متقاطعين، يعني كله متقاطع مع بعضه، وده احنا مش عايزينه، احنا عايزين الجراي والبلاك ما يكونوش متقاطعين. طيب نبدا نبص هنا، حد بيقول لي مس هبص على الجراي والبلاك الاول، طب تعالى نبص على الجراي والبلاك، ادي الجراي تمام والبلاك، دول مش مفيش بينهم انترسكشن، مش متقاطعين، مش لينكد، مش مرتبطين ببعض، ليه؟ لان القطعتين الاثنين هو البلاك فوق. طيب تمام كده يبقى حققنا شرط. طب يلا روح شوف بقى الوايت مع الجراي، هتبص تلاقي ادي هنا مره الوايت فوق ومره ثانيه الوايت فوق. ده معناه ان الجراي ده مش مرتبط بحد خالص، ده محطوط تحت ومحطوط فوقيه الابيض والبلاك او الابيض والاسود، يبقى ده كمان ريفيوزد. اروح على الفيجر اللي بعده، امسك الوايت مع الجراي اهو، ابص الاقي الوايت مش مرتبط مع البلاك، الاثنين وايت اهم، خلاص مش هبص بقى على الباقي لان ده ريفيوزد، لان المفروض الوايت يكون مرتبط مع البلاك، يبقى ده كمان ريفيوزد. اكمل ابص على الفيجر اللي بعده، هلاقي الوايت مع الجراي، ادي انترسكشن اريا وادي انترسكشن اريا، واحده جراي واحده وايت، تمام يبقى ده كده متقاطعين. اروح على الوايت مع البلاك، يلا تمام ادي الوايت فوق ادي البلاك فوق، كويس قوي كده معناه ان الوايت والبلاك متقاطعين. طب تعالوا بقى نشوف الجراي مع البلاك، هنا الجراي فوق وهنا الجراي فوق، يعني مش متقاطعين يعني مش لينكد، يبقى هو ده المطلوب بتاعنا. طبعا اللي بعده شبهه جدا، لكن لو بصيت على الجراي والبلاك هتلاقي واحده جراي وواحده بلاك، يعني دول لينكد او مرتبطين ببعض، وبالتالي ده ريفيوزد. Another question، هنا سؤال يبان صعب لو انت ما فهمتش الباترن اللي هنقوله بعد شويه. طبعا لو اتفرجتوا على الفيديوهات اللي فاتت قلنا ان مهم قوي او من ضمن الطرق اللي بنفكر فيها في الاسئله بتاعه مسابقه كانجرو هي اسئله النمط،
انك تقدر تكتشف او تبقى عارف النمط ده. لو طبعا كل ما عرفت انماط كتير كل الموضوع كان اسهل، انك تبقى فاهم نمط معين هيحل معاك مجموعه اسئله قايمه على نفس الفكره. فتعالوا كده نشوف السؤال ده بيقول ايه. السؤال ده بيقول: هرم له 23 وجه جانبي، خد بالك وجه جانبي، كم عدد حروفه؟ ايه الحروف يا مس؟ اللي هي الحواف، اللي هي الايدجز زي ما هنشوف بعد شويه. A pyramid has 23 triangular faces. How many edges does this pyramid have? طبعا هو هنا لو نزلنا لتحت هنلاقينا مدينا مجموعة اختيارات زي ما احنا شايفين كده. ادي الاختيارات بتاعتنا. قبل ما هبص على الاختيارات خالص 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 لانها مع الاسف مش هتفيدني بحاجة، مش هينفع ان انا اخدها اعمل لها replace او اعمل لها تعويض زي ما بنقول. هنبدأ نعرف باترن مهم جدا ولذيذ جدا. لو انا جيت كده رسمت شكل من الاشكال اللي احنا خدناها من واحنا صغيرين وهو الترينجولار بيراميد، الهرم الثلاثي زي ما بنقول عليه، ده كده هرم ثلاثي. الهرم الثلاثي بيكون ليه بيز، قاعده اللي هي الشكل ده كده، والبيز او القاعده دي بيكون عليها مرسوم عليها فوق 3 فيسز، ثلاث اوجه، طبعا اثنين اهم قدامنا وواحد من الخلف من ورا. يبقى الهرم الثلاثي ليه كام وجه جانبي؟ الاوجه اللي فوق دي بقى هي اللي بنسميها اوجه جانبيه. الاوجه الجانبيه طالما هو ثلاثي فهو ليه ثلاث اوجه. طبعا غير القاعده، مش هنحسب القاعده، هو بيتكلم على الاوجه الجانبيه. تمام، طب تعالوا نعد كده مع بعض. هو ده عنده كام فيرتكس؟ كام راس؟ ادي 1 2 3 4، يعني عنده اربع رؤوس، 4 فيرتكسز. طيب عنده كام ايدج؟ كام حافه؟ كام حرف؟ ادي 1 2 3 4 5 and 6، يبقى عنده 6 حواف او حروف زي ما بنقول عليها. طيب تمام، تعالوا نكبره شويه، بدل ما هخليه triangular pyramid هخليه squared pyramid او هرم رباعي، اللي هو بيكون القاعده هنا كده مربعه بالشكل ده، يعني كده. ادي هنا كده الراس وهبدا انزل، ادي كده كده بالشكل ده كده، ده كده هرم رباعي. طبعا احنا قلنا مش بنحسب القاعده معانا في عدد الاوجه، دي قاعده. طيب الهرم الرباعي ليه كام وجه؟ ادي 1 2 3 تمام 4، يبقى ليه 4 اوجه، عشان كده هو اسمه هرم رباعي. طب ليه كام رأس؟ ادي 1 2 3 4، وفي رأس ورا خالص اهي، يبقى 5 رؤوس. طب ليه كام حرف؟ تعالوا نعد مع بعض. ادي 1 كده 1 2 3 اللي ورا ده، 4 5 6 7 8، 8 رؤوس، 8 حروف، 4 ايجز. ده معناه ان الباترن قدامي ماشي ازاي؟ ان لو انا عرفت الترينجولار فيسز اللي عندي او الاوجه اللي على شكل ترينجل، الاوجه الجانبيه، اقدر اعرف منها الفيرتكسز او عدد الرؤوس، واقدر اعرف منها كمان عدد الايجز او الحروف. طب اعرف ده ازاي؟ ببساطة شديدة القاعدة بتقولي لو عندي عدد الأوجه الجانبية نون N، عشان أعرف الفيرتكسز يبقى N plus 1 أو نون زائد 1. ولو عايزة أعرف عدد الحروف أو الحواف أو الإيجس يبقى نون في 2 اضرب عدد الأوجه الجانبية في 2 N times 2. يبقى لما هو يجي يقول لي ان 23 وجه جانبي او 23 triangular faces،
وعايز مني الايجز او الحروف، فانا هاخدها اعملها تايمز 2 يبقى عندي 46 ويبقى ده right answer. نبدا نشوف تحت في الاختيارات بتاعتنا. ادي 46 يبقى احنا الاختيار بتاعنا number C. Another question. سؤال سهل بيجي ليكم وبيجي للمراحل الأصغر من كده، لكن هي الأسئلة بتتكرر، أسئلة بتكون تراكمية، فلما سؤال يجي في مرحلة ممكن يجي جدا في المرحلة اللي بعدها والأعلى والأعلى. وده من ضمن مميزات كانجرو علشان يكون فيه مرونة ويكون زي ما احنا شايفين في أسئلة سهلة جدا وفي أسئلة محتاجة فكرة ومحتاجة نظام. طبعا هل في اسئله نصف من المراحل الكبيره محتاجه ان احنا نكون بيرفكت ان ماث؟ لا طبعا انت مش محتاج تكون بيرفكت ان ماث، لكن اكيد هتحتاج الرولز القواعد والطرق اللي احنا خدناها في دراستنا في ثانيه وثالثه ثانوي وهنشتغل بيها، وده هيبان في الاسئله الاكثر صعوبه. احنا النهارده بس بناخد مثال للاسئله اللي بتيجي دي. طبعا اسئله جت قبل كده بالفعل في السنين اللي فاتت وبنشوفها مع بعض، لكن ان شاء الله مع بعض في الدوره التدريبيه بتاعتنا هنتعرض للاسئله اللي فيها افكار اعلى واكثر صعوبه من كده. تعالوا نشوف السؤال ده بيقول ايه. السؤال بيقول لي ثلاث اعداد طبيعيه، طبعا ثلاثة أعداد طبيعية كل منها ذو أربع خانات. يعني إيه ذو أربع خانات؟ لو بصينا تحت كده ده كده عدد طبيعي ذو أربع خانات، أهو 7 2 4 3 ده كده عدد ذو أربع خانات. تم كتابة كل منها على ورقة ووضعت الأوراق فوق بعضها كما في الشكل أدناه زي ما هنشوف بعد شوية. إذا علمت أن مجموع الأعداد الثلاثة الثاني هو المجموع، عايز يعرف إيه هي الأرقام المغطاة. In English, 3 4-digit numbers are written on 3 pieces of paper as shown. The sum of 3 papers is 1 1 1 2 6. 3 of the digits are covered. What are the covered digits? ده سؤال سهل جدا بيقول لي ان انا عندي numbers اعداد natural numbers او اعداد طبيعيه كتبت بالشكل ده وعايز يعرف مني الحاجه ال covered او المغطاه. بنحله بطريقه سهله طبعا جدا، يعني بنحله على هيئه missing squares او بنقول عليها المربعات السحريه. هنبدا نكتب ال numbers بتاعتنا فوق بعض اهي 7 2 4 3 وهبدا اكتب اللي بعده 2 1. طبعا هنا ده missing digit number مختلف او رقم مختفي فهحط مكانه square وهبدا ادي 7. هاجي اكتب ال third number هلاقي في عندي 2 digits covered، عندي رقمين 2 مختفيين فادي كده square وادي كمان square وبعدين 2 6. المفروض ان مجموعهم كلهم الصم بتاعهم 6 2 6 2 1 1 1. ده كده النمبرز اللي هو الدهاني او الصم اللي هو دهاني المجموع. نبدا بقى نحل زي الصغيرين خالص، نبدا نعمل بلس 3 and 7 10 10 and 6 8 and 16 6 and carry up 1 يعني 6 ومعانا الواحد 1 and 4 5 5 and 2 7 7 بلس كام عشان تديني 2؟ طبعا مش هينفع تديني 2، هي حاجه الفيرست ديجيت او اليونتس بتاعتها او الاحاد بتاعتها 2. يبقى 7 بلس 5 لو حطينا كده يبقى 1 4 5 5 and 5 10 10 and 2 12 2 and carry up 1 1 and 2 3 3 and 1 4 4 بلس كام برضو عشان تديني حاجه اولها 1 يبقى 4 بلس excellent 4 بلس 7 4 and 7 equal 11. 1 and carry up 1. 1 and 7 equal 8. 8 and 2 10. 10 plus كام عشان تديني بقى الفاينل كله اللي هو 11. برافو عليكم. 10 and 1 1. ده معناه ان الديجيتس الكافرد او الارقام المستخبيه كانت 1 وكانت 7 وكانت 5 اللي هي 1 5 7. طب يا مس الارانجمنت، لا هو بيسال على الديجيت فمش محتاجه تترتب لان هم اصلا ما فيش ريليشن بينهم، فاقدر اخد التشوز نمبر بي 1 5 and 7. Excellent. Another question.
بيشتغل على probability الاحتمال، وازاي اني انا اكون فاهم probability علشان ده يحل معايا السؤال. على كل وجه من اوجه نرد ظهر، اللي هو الحجر النرد او الدايس زي ما بنقول عليه، او الداي في بعض الاسئله اللي هو بنلعب بيه الجيمز بتاعتنا السلم والتعبان والحاجات دي. كل وجه من اوجه النرد ده، المكعب ده، تم رسم نقطه او اتنين او ثلاثه. يعني ده مش المكعب العادي بتاعنا اللي عليه الارقام من 1 ل 6، من 1 ل 6، لا. قال لي احنا بس هنشتغل على ثلاث ارقام، يا واحد يا اتنين يا ثلاثه. طيب يعني بالتساوي؟ قال لي لا، احتمال ظهور نقطه واحده هو نص، واحتمال ظهور نقطتين ثلث، واحتمال ظهور ثلاث نقاط سدس. اي من الخيارات التاليه لا يمثل هذا المكعب؟ لا يمثل هذا المكعب. طيب تعالوا كده نقراها تاني in English. Each of the faces of a die is marked with either one, two, or three dots. So that the probability of the ruling a one is half, the probability of ruling a two is third, and the probability of ruling a three is sixes. Which of the following cannot be a view of this die? مين في اللي تشوز ديت؟ مين في دول ما ينفعش يكون الداي بتاعنا؟ طيب انا لو عندي probability اللي هو مديهاني اللي هي الهاف والثيرد والسكسز، انا اقدر اعرف اصلا number of faces اللي عليه كل حاجه منهم. يعني ازاي يا مس؟ هو هنا بيقول لي ان الفيسز اللي عليها 1 كانت هاف الكيوب. طب ما هو الكيوب يا جماعه ليه 6 faces، الهاف بتاعها برافو عليكم 3، يعني عندي 3 faces، ثلاث اوجه عليهم النمبر 1. اللي نقدر نجيبها بطريقه ثانيه بالبروبابيلتي ان 1 اوفر 2 ايكوال كام اوفر 6، لان احنا عارفين ان الاوجه كلها 6، فلازم يكون تحت عندي هنا في المقام او في الدينومينيتور تحت يكون 6. اكسلنس 3، يبقى كده عندي 3 فيسز هم اللي عليهم 1. طيب اللي عليهم نمبر 2 كام فيس؟ ثيرد. ثيرد، طب الثيرد ده كام اوفر 6؟ اكسلنت، 2 اوفر 6، لان 3 تايمز 2 6، 1 تايمز 2 هتديني 2 زي ما احنا عارفين، يبقى انا عندي 2 فيسز عليهم نمبر 2. واخر حاجه واسهل حاجه، كام فيس عندي عليه نمبر 3؟ 6، 1 اوفر 6، يعني only one face، وجه واحد فقط عليه نمبر 3. طيب كده فهمنا اللعبة، إن أنا عندي وجه واحد عليه 3، عندي وجهين عليهم رقم 2، وعندي ثلاث أوجه عليهم نمبر 6. تعالوا بقى نبص على الفيجرز اللي قدامنا، ومين فيهم اللي ما ينفعش يكون هو الكيوب بتاعنا. لو بصيت على تشوز نمبر A هلاقي عندي الواضح في كل الرسم only 3 faces، ثلاث أوجه. هنا 1 و 2 و 3، طب تمام، اوكي، ده ممكن يكون معانا هو المطلوب. ليه؟ لان انا مش عارفه 3 فيسز التانيين، ومديني ال 1 موجوده وال 2 و 3. طب هنا مديني 3 فيسز عليهم نمبر 1، هل نمبر 1 ظهر 3 تايمز؟ ثلاث مرات؟ قال لي عندي في 3 فيسز عليهم النمبر 1، قلت له طيب تمام، ده كمان ممكن يكون ينفع، ما انا مش عارف ايه اللي وراه. هبدا ابص على الاختيار سي او تشو سي، هلاقي مديني ثلاث اوجه، وجهين منهم عليه 3. قلت له بس ستوب، انت قلت لي او انا عرفت ان الفيس اللي عليه 3 هو only one face، وجه واحد فقط، يبقى ال 3 الثانيه دي مش معايا، وبالتالي هو ده اللي refused، مش معانا، وخلاص كده مش محتاج ان انا ابص على باقي الفيسز. Another question. سؤال مش صعب لكن محتاج فهم. اخترعت نسرين عملية جديدة، يعني ايه عملية؟ يعني زي العمليات الحسابية، الجمع والطرح والضرب والقسمة، بس دي حاجة جديدة خالص، رمز يعني حط ليها سيمبل كده، رمز معين، على مجموعة الأعداد الحقيقية كما يلي. X، والرمز اللي هي اخترعته اللي هو هنقول عليه مثلا رمز أو معين، X معين y بتساوي y ناقص x
x rhymes y equal y minus x. إذا كانت الأعداد a, b, c أعداد حقيقية تحقق أن a معين b الكل معين c بتساوي a معين، وهنا عندي قوس وجوه القوس b معين c، أي العبارات التالية بالضرورة صحيح، مين اللي لازم يكون صح؟ طيب ناخد الكلام ده in English. طبعا النيمز بتختلف من دولة لدولة. ميشيل inverted, invited, inventory. ميشيل invented a new simple اللي هي بقى اللي احنا قلنا عليها الرامز. New operation for real number defined as x rams y equal x minus y. If a, b and c satisfies a rams b or rams c equal a rams b times b rams c. Which of the following statements are necessary true? طبعا شكلها بالرموز الغريبة دي تبان صعبة، لكن هو الحقيقة مديني الكي بتاعنا أو المفتاح اللي نقدر نشتغل بيه في الكويتشن ده، وهو F أو الجيفن أو المعطيات زي ما بنقول عليها. هو بيقول لي أي عملية فيها العلامة الجديدة اللي أنا اديتها لك حوليها بالشكل ده. إيه ده عمل إيه؟ أولاً خلاها عملية طرح، تاني حاجة بدل الرموز، بدل ما هنا بادئ بالX وبعدين الY فهنا الY وبعدين الX. ده معناه إني أول ما أشوف العلامة دي اللي هو إداني فمطلوب مني ألغي ده خالص وأعوض عنه بالشكل الطرح ده. يبقى تاني كده هو إداني أوبريشن جديدة بيقول لي لو سمحتي كل ما تشوفيها شيليها خالص واعمل بدلها replacement بس خليها عملية subtraction واعمل ايه؟ نبادل الـ symbols اللي عندي. طيب تعالوا نجرب ده هنا كده تحت ونحلها كإيكويجن ونشوف ايه الحل. هنا بيقول لي A وادي الـ symbol بتاعي وادي B، قلت له stop أول ما أشوف ده أروح أمشي بالرول اللي أنت قلتها، أعكس الـ symbols وأخليها minus، يبقى ده عبارة عن B minus A. خلي السيمبل دلوقتي كده تاني يمشي step by step وادي C. الكلام ده equal A ده هي زي ما هي والسيمبل بتاعي، وهنحل اللي جوه البراكت الأول زي ما عملنا هنا. جوه البراكت B والسيمبل وC، يلا شيل ده وحط مكانه excellent C minus B. يبقى أنا شلت كل واحدة جوه البراكت جوه القوس فيها السيمبل وعوضت عنها بالطريقة اللي هو عايزها. بس لسه السيمبل موجود، تمام زي ما اتعلمنا. الا انا عندي جنبين اتنين وبينهم العلامه تو سايدز، وهنا بتوين ذم الرامز بتاعنا نفس اللعبه. يلا نبادل ونحط بدل العلامه ماينس، يبقى سي ماينس البراكت اللي هو بي ماينس اي ايكوال بادل هنا يبقى البراكت الاول سي ماينس بي. تمام طبعا خلاص جه في الاول مش محتاجه البراكت، وادي هنا العلامه تبقى ماينس وادي الاي. طب يلا الماينس هنا بقى زي ما اتعلمنا تدخل على البراكت على الفيرست والسكند، يبقى سي ماينس بي بلس اي، وهنا ايكوال سي ماينس بي ماينس اي. تمام السي مع السي وماينس بي مع ماينس بي، يبقى انا عندي رول طلعت لي بتقول لي ان الاي ايكوال ماينس اي. امتى الاي تكون ايكوال ماينس اي؟ اكسلنت لو الاي ايكوال زيرو، او بطريقه ثانيه للناس اللي بتتلخبط اقدر اودي الماينس اي للاذر سايد، يبقى تروح طبعا بعكس الساين، يبقى اي بلس اي ايكوال زيرو يعني 2a equal 0 ومنها ال a equal 0 divided 2 equal 0، يبقى دي اللي must be true لازم تكون صح a equal 0. Another question. سؤال من ضمن الأسئلة اللي تقدر تتحل two ways، طريقتين اتنين. احنا اتكلمنا في اول فيديو خالص قلنا عندي طرق كتيره قوي للحل والمفروض ان احنا ندرسها مع بعض ان شاء الله في الدوره التدريبيه بتاعتنا. من ضمن الطرق كانت طريقه العد او طريقه النمط او الباترن، احنا قلنا لو اكتشفنا النمط او الباترن نقدر نحلها.
احنا هناخدها بالطريقه السهله ونحلها مع بعض بطريقه العد، ولما تقابلنا بعد كده ان شاء الله في الدوره التدريبيه نقدر نقول النمط اللي نقدر نمشي عليه هنا ويحلها لنا على طول بسرعه يعني. فتعالوا نشوف كده، كم عدد الاعداد الطبيعيه ابتداء من 2 اس 10 والاعداد التي تليها حتى العدد 2 اس 13 بشرط انها تقبل القسمه على 2 اس 10. How many of numbers from 2 power 10 to 2 power 3 inclusive are divisible by 2 power 10؟ يعني بيقول لي عد لي في كم عدد بين 2 اس 10 و 2 اس 13 يقبلوا القسمة على 2 اس 10. طيب تعالوا كده نعدها بطريقة سهلة، يعني نوصل بطريقة العد اللي هي أبسط طريقة. أولا احنا عارفين طالما الأساس زي الأساس فأقدر أطرح الأسس وده على طول يبقى قابل للقسمة، يعني لو البيز إيكوال البيز أقدر أعمل ديفيجن بسهولة لأن هعمل سبتراكشن للإندكسز أو الباور اللي عندي. طيب أدي أول نمبر عندي اللي هو 2 باور 10، اللي بعده طبعا ده عبارة عن 1 تايمز 2 باور 10، يبقى اللي بعده 2 تايمز 2 باور 10 تمام، اللي بعده 3 تايمز 2 باور 10، اللي بعده 4 تايمز اكسلنت 2 باور 10، 3 تايمز 2 باور 10. خد بالك من حاجه عشان هتفيدنا قوي بعد شويه، 4 تايمز 2 باور 10 دي اللي هي عباره عن 2 باور 11. جت منين 2 باور 11 يا مس؟ مش ال 4 دي عبارة عن 2 باور اكسلنت 2 باور 2، يبقى دي عندي هنا 2 باور 12. ليه؟ البيز ايكوال البيز، نزلنا البيز مرة واحدة وجمعنا الباور أو الاندكسز يبقى 2 باور 12. يبقى أنا عندي دلوقتي وصلت ل 2 من أول 2 باور 10 وصلت ل 2 باور 12. نكمل بعد كده 5 قلنا سوري هنا 5، 6 times 2 power 10 تمام، 7 times 2 power 10 و 8 times 2 power 10. ونيجي هنا برضو نعمل stop، ما هي 8 times 2 power 10 اللي هي عبارة عن 2 power 13. جت منين؟ اه برافو عليكم، تعلمنا اللعبة. ال 8 دي عبارة عن 2 power 3 times 2 power 10، جمع الباور والاندكسز يبقى دي 2 باور 13، ده اللي هو عايزه. يبقى هعمل لحد هنا ستوب. تعالوا بقى نبدا نعد النمبرز دي، 1 2 3 4 5 6 7 and 8، لان كلهم يقدروا يتعملوا ديفايدد 2 باور 10. كل النمبرز من اول 2 باور 10 لحد 2 باور 13 كلهم اللي احنا جبناهم ينفعوا يتعملوا divided 2 باور 10. عدهم تاني مع بعض كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، ويبقى كده عندنا 8 اعداد تقبل كلها القسمة على 2 اس 10، ودي الاعداد بداية من 2 اس 10 حتى 2 اس 13، وطالما ما قاليش بينهم يبقى انا بحسب معايا 2 اس 10 و2 اس 13، لانه ما قاليش الاعداد اللي بينهم، هو قال لي ابتداء من 2 اس 10 يعني احسب معاك 2 اس 10 حتى 2 اس 13 يعني كمان احسب النهايه معاك، وبالتالي الاختيار الصحيح عندنا في السؤال ده هيكون رقم دي اللي هو 8، 8 ارقام. طبعا السؤال ده ليه طريقة تانية نتحل بيها، ان احنا بنكتشف برضو نمط معين، لكن خلينا ناخد الطريقة دي دلوقتي ونستنى على الطريقة التانية شوية فيما بعد هنكتشفها مع بعض. كده اتعرضنا لبعض اشكال الاسئلة اللي ممكن تيجي المرحلة بتاعتكم، لسه ما زال في اسئلة باشكال تانية مختلفة، في منها اسئلة هتعتمد على الدراسات، الدراسة اللي انتوا درستوها معنا في مراحل تانية ثانوي وثالثة ثانوي، وإن شاء الله ما تكونش صعبة ونفهم إزاي نحلها مع بعض، وده هيحصل إن شاء الله في الدورة التدريبية بتاعتنا. تقدروا تسجلوا بسرعة قبل 18/6، ده آخر معاد علشان تلحقوا دورة تدريبية مكثفة
قبل ميعاد المسابقة إن شاء الله اللي هو هيحصل قريب جدا. أي تفاصيل هتلاقوا عندكم في صندوق الوصف، هنكتب لكم كل اللي انتوا عايزينه من التفاصيل، وتقدروا ترجعوا تاني في صفحة السكول على الفيس وتراسلونا وتعرفوا أي تفاصيل محتاجين تعرفوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.